السيدات في بعضهم بتبقى حابة إنها تلجأ لأنواع من أنواع التوريد، سواء بقى في الخدود أو في الشفاء أو في غيرها. حضرتك شايف إن ده برضو باستخدام أنواع من الأحبار الجيدة في أماكن جيدة السمعة، هل ده وارد ولا خلينا نلجأ للحذر أحسن؟ طيب، في بعض الناس اتخدعوا، لأن اتقال لهم هنعمل لكم حاجة زي توريد للخدود أو توريد للشفايف، وده طلع في الآخر هو نوع من أنواع التاتو. هو زمان كانوا بيستعملوا ابر شكلها سيء جدا وشكلها مكشوف قوي، دلوقتي في حاجات شكلها شيك قوي تبدو انها كانها قلم او تبدو انها تعمل نوع من انواع المساج الخفيف، ولكن هي في الاخر بيطلع منها ابر بتدخل في الجلد، يعني نفس الماده هي مش شايفاها، وهي نفس الماده بس ما بيحطش حاجه تقيله قوي. دول برضو هما بالظبط عملوا وشم، بيجوا عيني عاوزين يشيلوه، بيبقى يعني لازم دكتور طبعا متخصص وجهاز معين، وبتبقى الموضوع مؤذي جدا. الناس دول اللي عاملين وشم دول ساعه ما بيدخلهم يعملوا رنين مغناطيسي او اشعه مقطعيه، جسمهم بيتاثر جدا بنوع الاشعاع لانه بيمتص زياده. لو حابب تروح تعمل ازاله شعر بالليزر برضه في اماكن فيها في الاماكن اللي فاتت تو، فبيعمل مشاكل كتير جدا، وده من التجميل الدائم اللي احنا قلنا من شويه مش عايزين يكون في تجميل دائم.